خليها بالصورة. ما كان ليش شو؟ سيلا بسير الجاكيت. حرس الجميل. تحرك يا حبيبي يا حبيبي.
تحركوا هيا تحرك هيا تحرك هيا تحرك بس يا تحركوا تحرك تحرك هيا تحرك تحرك هيا تحركوا تحرك حبيب وخم لا هيا تحرك تحرك المرحلة الخامسة سمعان القيرواني يعين يسوع على حمل الصليب نسجد لك أيها المسيح ونباركك لأنك بصليبك المقدس يكلف هذا الرجل بحمل الصليب يسوع ليخفف عنه العناء إن الصليب هو رمز إلى خطايانا الثقيلة على منكبي يسوع فادينا فأرجوك يا يسوع مخلصي بأن تشركني في حمل صليبك المقدس وإني أقبل بالصبر والفرح كل ما ترسله إلي مدة حياتي من التجارب والمصائب والصلبان أعطني نعمتك حتى أحتمل كل شيء حباً بك آمين أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطنا خبزنا كفافنا اليوم واغفر لنا خطايانا كما نحن أيضاً نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجربة ولكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقوة والتسبيح إلى أبد الآبدين آمين السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع يا مريم القديسة يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين المجد للآب والابن وروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دار الآخرين لم يطيق مر التفكر أو بديل أم التذكر حين لاقها الحبيب
أيتها الأم تعرف اضربوه اضربوه تحرك بيبي تحرك بيبي ايوه تحرك يا حبيبي تحرك لا حبيبي لا بس انا تحرك انت مكتون جريح تحرك هيا تحرك تحرك هيا تحرك تحرك هيا اضربوه تحرك تحرك هيا تحرك هيا تحرك تحرك المرحلة السادسة امرأة تمسح وجه يسوع بمنديل نجد لك أيها المسيح ونبارك لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم هذه المرأة الجريئة تمسح عن وجه يسوع العرق والبصاق والدم فكفى يسوع بأن طبع على منديلها صورة وجهه المقدس إن العماد المقدس تطبع على أنفسنا صورة الله فيجب علينا أن نحافظ عليها وذلك بطبع ذكرى آلام الفادي الحبيب في حواسنا وأفكارنا وأعمالنا وبذلك نبعد عن نفسنا الشيطان والشهوات الرديئة ونحفظها بحال النعمة طول حياتنا حتى ساعة الموت آمين أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطنا خبزنا كفافنا اليوم واغفر لنا خطايانا كما نحن أيضا نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقوة والتسبحة إلى أبد الآبدين آمين السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع يا مريم القديسة يا والدة الله صلي لأجل
الآن وفي ساعة موتنا آمين. المجد للآب والابن وروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام. تحرك من معاصي الشعبك ألقى في العالم. تحرك هيا تحرك في صليبهم هيا اليوم
واغفر لنا خطايانا كما نحن أيضا نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجربة لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقوة والتسبيحة إلى أبد الآبدين آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت للنساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع يا مريم القديسة يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطاة الآن وفي ساعة موتنا آمين. المجد للآب والابن والروح القدس. وترى المولود منها عيسى يروح على عالية فوق الصليب. هيا تحرك، هيا تحرك، تحرك، اضربوه اضربوه، هيا انهار انهار، اضربوه هيا انهار. تحرك، اضربوه 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 اضربوه، هيا اضربوه، سجل تحرك، هيا اضربوه، تحرك تحرك، اضربوه انهار انهار، هيا تحرك، بس الحين ابونا قال لنا ابونا قال لنا صوتك صار مشار يمشي، تحرك وراح مو على الشارع، مو على الشارع، ما راح اطلع الشارع، من انا راح نطلع الشارع، مو على الشارع، مو كذا شوف وين ابو تحرك تحرك، هيا ابني عرس يفرد كل شوية الحاجة ويا الحاجة شارع، ابونا خليه قدام ياخذنا الشارع، هذا رصيف حرير عريس بالمرض، ايه شو باك 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 right back out the driveway and we're going to cross the street back when we came in. I'm not moving this on to Washington. I'm not shutting down this intersection. I explained to him in the beginning to change it. We just changed it with the doctor. There's been no great plan. We have nothing with that. We're going to go back. We could already have started. We go back from here. The same time. Fine. Let's go. Go. We are high up. We are high up. We are high up. We are high up. Fire! شو على الحايه، معودين وين على الحايه، بس على الحايه، هيا على
الدخان وانا امشي اسرع امشي تحت العبره تحرك المرحلة الثامنة للسوية على الزبالات أورشليم نجد لك أيها المسيح ونفار لأنك بصليبك المقدس خلصت أسمعك يا يسوع تعزي بنات أورشليم ناسيا آلامك الشديدة وتقول لي ولهن لا تبكوا علي بل على خطاياكم المميتة إن الدموع الحارة إن لم تكن ناتجة عن ندامة صادقة وانسحاق قلب وقطة ثابتة عدم الرجوع إليها إلى الشر لا تقبلها ولا تحسب تعزي لقلبك الجريح لذلك إني أنا أقدم لك الآن عواطف ندامة كاملة ومقاصدي الصالحة لأن لا عد فأجرح قلبك الحنون وسقوطي في الخطيئة أمين أبانا الذي في السماوات كما في السماء كذلك على الأرض واعطنا خبزنا جفافنا اليوم واغفر لنا خطايانا كما نحن أيضا نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجربة ولكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقوة والتسبحة إلى أبد الأبدين آمين السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع يا مريم القديسة يا والدة الله Oh, my God.
تحرك. تحرك. هيا. تحرك. Get on the sidewalk. Now, please. Hurry. Right here. Get them all. Wait. 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 Wait.
تحرك هيا تحركوا هيا تحركوا هيا تحرك هيا تحركوا هيا go outside go outside هنا go I said your house are you home oh my okay We're doing that cross thing. The whole mosque. Yeah, the whole. Yeah, so. Nah. The whole. All mosque. All of mosque is shut down. They're doing it on the street. I have a video right now. Is your, are your parents home? Tell your parents. Okay, I'll tell you. يا يسوع بين أيدي جلاديك كالحمل بين أيدي ذابحي تترك الحرية التامة لأعدائك وتسمح لهم بأن يعروا جسدك المقدس وتقصد بذلك أن تحرك الخجل في قلبي حتى لا أعرض جسدي لخطيئة الدنس المنحرفة ورضيت أن تشرب الخل والمر لتعلمني أن فضيلة الطهارة لا تصان إلا بالأمانة والتقشف والصوم فأرجوك أن تعريني من التعلق بالأرضيات وتجعلني أكره كل ما يضع نفسي بخطر الخطيئة المميتة آمين أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطنا خبزنا كفافنا اليوم واغفر لنا خطايانا كما نحن أيضا نغفر لمن أخطا إلينا ولا تدخلنا في التجربة ولكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقوة والتسبيحة إلى أبد الآبدين آمين السلام عليك يا مريم يا منتهي نعمة الرب معك مبارك أنت في النساء ومبارك ثمر بطنك يسوع يا مريم القديسة يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الطهر الآن وفي ساعة موتنا آمين تحرك هيا هيا رجال الوسط Let him pass. Let him pass.
تحرك هيا ارهاب ارهاب هيا تحرك تحرك هناك غلب عليك تحرك هيا تحركوا هيا هيا تحرك تحرك هيا اتركوا قراءة من هوني شمال تفليل المرحلة الحادية عشرة يسوع يسمر على الصليب سجدوا لك أيها المسيح المقدس يسوع إلى قمة الجلجلة وساقوك إليها بالحبال واللص والرمح ووضعوك بين نصين ولا أسمع صوتا من فمك المقدس إذ أنك ترى في صلبك إرادة أبيك السماوي الذي قرر خلاصنا ومن آلام فيه فاسمح لي يا يسوع المنازح أن أدنبك بخوف ورعبة لأرى كيف يعامل الغصن الطريق وأفهم كيف سأعامل أنا الغصن يا بدري نيران جهنم لم أرجع عن طريق الخطيئة وأعز وأبود في محبتك آمين احمل له صليبه الاخ عليك دم تعرك وانا ديك دم وانا ديك دم وانا ثم جاء البوليس قدام تحرك يا طي مجال حبيبي وخر مجال تحرك هيا تحرك انهضوا العرب يا
تحركوا. علي كليفه تحرك. ايوه بزاف حبيبي بزاف ضرب حقم كيلو اضربوه مش على راسه اضربوه اضربوه المرحلة الثانية عشرة يسوع يموت على الصليب اجدوا لك أيها المسيح والنبار لأنك بصليبك المقدس الله تعالى انظري يا نفسي ابن الله الحي المتجسد مثمرا على الصليب لقد تمت إرادة أبيه السماوي مات الظاهر لخلاص المجرم مات يسوع بناسوته فداء عنا مات حبا بي أنا الخاطئ يا يسوع الميت والحي أرجوك أن لا تدعني أنزل من هذا الجبل ما لم تطبع في عقلي وقلبي وإرادتي وحواسي آلامك المقدسة ثمرت خلاصي واجعلني بعد ذلك أحيا وأموت في جراحاتك المقدسة على رجاء رحمتك غير المتناهية آمين ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطنا خبزنا إبراهيم اليوم واغفر لنا خطايانا كما نحن أيضا نغفر لمن أخطا إلينا ولا تدخلنا في التجربة ولكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقوة والسلطة إلى أبد الأبدين آمين. السلام عليك يا مريم القديسة يا والد الله صلي لأجلنا نحن الخطا الآن وفي ساعة موتنا آمين. تحرك 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 هيا تحرك هيا هيا تحرك تحرك هيا تحرك تحركوا هيا تحرك هيا تحرك هيا هيا
تحرك! تحركوا! هيا! هيا!
كافي كافي انزل وياه. هذه المرحلة الأخيرة راح نطلع الشارع إلى البرك مال الكنيسة عندنا صلاة، وبعدين إحنا نبلش صلوات الساعة الخامسة عندنا وعظات الساعة السابعة رتبة الدفع. المرحلة الرابعة عشر يسوع موضوع بالقبر. نجد لك أيها المسيح ونبارك لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم. يا يسوع الموضوع في هذا القبر إني أؤمن بأنك قد افتديت العالم عبود من عبودية الجحيم بسبك دمك الثمين إلى آخر نقطة. قد دفنت معك الخطية الأصلية وكل خطايا البشر، فأريد أن أشترك في آلامك وموتك ودفنك وأقبل بطيبة خاطر النيتة التي تشعها إلي. اجعلني أموت عن العالم وعن الخطية بالتقشف والإماتة والصوم والصلاة، واجعلني أحيا معك ومثلك حتى استحق أن أقوم معك وأجلس في ملكوتك. آمين. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفافنا اليوم، واغفر لنا خطايانا كما نحن أيضا نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجربة ولكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والتسبيح إلى أبد الآبدين. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة أمك يسوع. يا مريم القديسة يا وعدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطاة الآن وفي ساعة موتنا. المجد للآب والابن وروح القدس. So see you next year. You. All right, now I gotta go to church. Thank you. Thank you.